بجد على التكريم الحلو ده، وعايزه اقول شكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي وكل الناس اللي امنت بيا. عايزه اشكر طبعا عيلتي، وعايزه اشكر ماما حبيبتي عشان طول الوقت هي الدعم ليا. عايزه اشكر مصطفى السويفي، عايزه اشكر التيم كله بتاع اللي بيشتغل معايا لغايه دلوقتي. كل الوقت بنحاول نطلع حاجات حلوه ومختلفه. وبشكر مريم ومحمد، وبقول لهم the impossible is possible. Thank you.